يسجل الروبوت حضورا بارزا في دورة هذا العام من معرض جايتكس 2018. هذه الروبوتات يتم استخدامها مع أحدث أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسن الخدمات في عدد من الجهات الحكومية، وتقدمها أيضا شركات خاصة بهدف خدمة المستخدم بعدة شركات. هذه الروبوتات هي روبوتات تفاعلية، سنتعرف أكثر على ربما الخاصيات التي يمكن أن تستخدمها مع المستخدم في دول المنطقة مع الأستاذ محمد صابونجي. أنت المدير التنفيذي لشركة مورو، استوقفتنا زاوية الشركة هنا، ما هي الخدمات الجديدة التي تقدمها هذا العام؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. شركة مورو هي مركز بيانات متكامل يقدم الخدمات الرقمية الذكية لدولة الإمارات وللمنطقة. من ضمن خدماتنا هي الارتفيشال انتليجنس، الار بي ايز، الروبوتكس، بلوك تشينز، الامور اللي هي متواشيه مع العصر ومع متطلبات العصر. اكيد ممكن ما شاء الله هناك وفد من الروبوتات عندكم في هذا المعرض، اعطينا فكره ما هي الخدمات التي يمكن ان تعطيها للمستخدم. طبعا هو موضوع الار بي ايز او الروبوتكس سولوشن دخلت اليوم في حياتنا اليوميه. على سبيل المثال الروبوتكس اللي موجوده ضمن شركه ديوا الرقميه او ديجيتال موجوده الحين في مراكز بيانات المتعاملين كخدمه متكامله. العميل اليوم ممكن يتفاعل مع الروبوت، يطلب من عنده خدمات توصيل كهرباء او فواتير او اي استفسار تقني او علمي او حتى ممكن على مواضيع الفواتير. فبدون ما يكون عامل الانسان متواجد، الروبوت يقوم بجميع العمليات على افضل كفاءه. يعني هاي الروبوتات ممكن ان يتم استخدامها لدفع فواتير كم متكامله، يعني من الفواتير الى الكونكشن الجديد الى خدمات توصيل، خدمات قطع، استفسارات تقنيه، استفسارات متخصصه بالفواتير والامور الماليه. وهذا بس جانب واحد اللي هو المتفاعل معه. في عندنا بعض خدمات ثانيه اللي هو الروبوتكس اللي موجود بيسموها بين ذا باك اوفيس، اللي هي بالخدمات ضمن الشركات، بحيث انه احنا نقدم الروبوت يكون كموظف فول تايم او موجود في الكامل، يقدم اي عمليات ضمن عمليات الاتش ار او عمليات الفاينانس. فبيسموها هذه هي خدمه الار بي ايز والموارد البشريه، وايضا دفع حتى الاجور للموظفين. يعني ممكن كموظف عامل، الفرق الوحيد انه هو ما ياخذ اجازات، ما يمرض، يكون حرام عليه موظف يعمل 24 على 7. بنسميها فول افشنسي طبعا. اكسيد جولتنا إذن داخل معرض جايتكس 2018، ونصل إلى الزاوية المخصصة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تعد المستخدمين والزائرين باستعراض الجيل الجديد للفحص الفني للمركبات كما تسميها. ما هو هذا الجيل الجديد؟ نتابع هنا ربما نموذج عن روبوت حديث يستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص المركبة، يتم إدخاله تحت السيارة أو المركبة وهو يعطي تقييم للمشاكل التي تعاني منها السيارة. سيتم استخدامه خلال طبعا الفحوصات الدورية التي تخضع لها والفحوصات السنوية التي تخضع لها المركبات. أيضا من ضمن التقنيات والخدمات الجديدة التي سيتم استخدامها هذا الروبوت الذكي الذي يمكن له أن يتفاعل مع المستخدم ويقوم بفحص المركبة فحص شامل، ويعطي تقريرا للمستخدم عن أبرز المشاكل التي يجب حلها قبل استكمال استخدام السيارة أو المركبة. الجدير بالذكر بأن هذه التقنيات وهذا الروبوت تم تجميعه بالكامل هنا داخل دولة الإمارات العربية، وهو يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجربات قبل أن ينتقل للمرحلة الثانية على أن يتم استخدامه داخل الدولة خلال العام المقبل. من 200
جهة حكومية تشارك في معرض جايتكس 2018. ونصل هنا إلى الزاوية المخصصة لوزارة الداخلية السعودية التي تستعرض هي أيضا أبرز التقنيات التي تستخدمها في تحسين أداء ومستوى السلامة المرورية. نتعرف أكثر على تفصيل هذه التقنيات مع المهندس خالد القاسم، أنت من ركن السلامة المرورية لدى الوزارة، أبرز التقنيات التي يتم استعراضها اليوم. نعم، بداية لنعرف ركن السلامة المرورية. وزارة الداخلية تنفذ برنامج للسلامة المرورية يهدف بشكل رئيسي إلى رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق في كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التقنية وغيرها الذي يساهم في تحقيق هذا الهدف. ومن المشاريع المدرجة ضمن البرنامج مشاريع الضبط الآلي والرصد الآلي بتقنيات الرصد المتنوعة. نتحدث عن رصد المخالفات. رصد المخالفات بالطبع، والتي تعمل على مدار الساعة ومنتشرة بكافة مناطق المملكة. شكرا لك الرائد خالد القاسم. إذن كما سمعتم سنتعرف أكثر على تفاصيل هذه السيارة الذكية وهي ضمن البرنامج السلامة المروري. ربما نتحدث أكثر مع المقدم محمد القرني. أهلا بك، أنت المسؤول عن هذا الجزء من البرنامج، اشرح لنا أكثر ماذا نرى هنا، ما هي تفاصيل هذه السيارة الذكية؟ اهلا وسهلا بكم. في الموقع هذا راح تطلعون على التطبيقات الميدانيه سواء كانت في الدوريه نفسها او ما يحاكي الطريق نفسه من سمارت جيت الى اخره. العمليه تقوم على رصد متحرك اثناء حركه الدوريه في اداء واجبها الامني والمروري. اي مركبه تخالف السرعه المحدده على الطريق سيتم التقاط الصورة لها ومن ثم إدراج المخالفة عليها من خلال مركز المعالجة. معي الزميل الرقيب ماجد الحربي الآن وهو المشغل للنظام. على أي طريق كان هناك سرعة محددة كسرعة قصوى يكون ضبطها من خلال النظام كسرعة قصوى. أثناء حركة المركبة أو توقفها أثناء معاكسة السير أو بنفس الاتجاه يجب لمخالفي أصحاب السلوك المخالف لأنظمة المرور أن يتم ضبطهم كما يدور الآن. جايتكس 2018 لا تقتصر فقط على شركات التقنية أو حتى الجهات الحكومية، بل تجذب أيضا مدوني التقنية ومن أبرزهم وجه ربما لا يحتاج للتعريف، عبد الله السبع. أهلا بك. ما الذي ربما كمدون تقنية لفت انتباهك في هذه الدورة من جايتكس؟ أول شيء السلام عليكم، سعيد أني أنا أطلع معك أخيرا. وأنا كمان. الله يخليك يا رب. السنة هذه لاحظت أنه في شغلات كثيرة قاعد يستعرضونها في المؤتمر يحاولون يسهلون حياة الناس من خلالها، ففي شغلات كثيرة شدتني منها تخليص إجراءات المسافرين في المطارات بشكل أسرع، ففي تقنيات كثيرة من هذه المرور، أيضا التقنيات المستخدمة في الطرق، في الطرق المرور في أغلب الدول بعد يستعرض بعض التقنيات اللي موجودة عندهم، أيضا الجانب الطبي، في شغلات كثيرة. تركيز السنة هذه قاعد أشوفه أنه المؤسسات أو الشركات قاعد تستعرض تقنيات تسهل حياة المواطنين أو المرتادين لهذه القطاعات والمؤسسات. تقنية، جهات حكومية، مستثمرون، رواد أعمال شباب ومدونو التقنية التقوا كلهم هنا في أضخم دورة لجايتكس لعام 2018. المعرض يعد الزائرة بأبرز وأحدث التقنيات التي من شأنها أن تسهل حياتنا اليومية. جاسم مرت، كاينوز عربية، دبي.